وخليني ابدا كلامك مع الانتر. ابارك لك بدايه طبعا بوصفك واحد من اهم وابرز نجوم الانتر على التتويج ببطوله الدوري الايطالي. انا اشكركم على عرض الفقره الجميله للانتر ميلانو، كما هو فخر لقناه الاهلي، فخر لالتوبيلي ان يظهر الى قناه من اعظم قنوات العرب والرياضيه، قناه النادي الاهلي، نادي عظيم له مسيره كبيره في الكره الافريقيه والكره العربيه، وبتابع النادي الاهلي وقمت بتحليل بعض المباريات مع بعض زملائي عندما كنت في قناه بين سبورت، قمت بتحليل جميع المباريات للنادي الاهلي عندما كان يلعب بدوري الابطال افريقيا، ومتابع جيد لمباريات مصر كمنتخب في كره القدم. الاهلي عظيم مثل الانتر واليوفي. بشكرك شكرا جزيلا، وهبتدي كلامي استغل فرصه وجودك معايا وابتدي بالانتر اللي كان من المتوقع او من المفترض، وانا واحد من اللي بيعشقوا الكره الايطاليه والانديه الايطاليه، وتاثرت الحقيقه بنجاحاتهم في بدايات يعني في التسعينيات بشكل كبير وفي بدايه الالفيه الجديده. لكن الانتر الحقيقه في الوقت اللي كان مفترض انه يشهد اكثر استقرار بعد تتويجه بلقب الدوري، بنلاقي انه العلاقه بتتوتر مع كونتي المدير الفني، وكلام عن رحيله، والكلام على الاستغناء عن نجوم الفريق. رأيك لده، وإيه ممكن يأثر على مشوار الإنتر في السيزن القادم أو الموسم اللي جاي؟ في البداية أشكركم على تهانيني بالإنتر ميلانو. الانتر هذا العام اظهر قوه الانتر المعتاده والذي اعتدى عليها جميع الفرق العالميه والاوروبيه. فوز الانتر ببطوله الدوري امر طبيعي بعد كم الاموال التي صرفت على الفريق وعلى انطونيو كونتي وانتدابه كمدرب للانتر. الان الانتر لديه مجموعه قويه من مجموعه، لكن بالنسبه لرحيل انطونيو كونتي كان مفاجاه بالنسبه لي ومفاجأة لجماهير الانتر التي صدمت من الخبر، ولكن الإدارة الصينية كان لهم أمر آخر. الأمور في الانتر وميلان وإيطاليا تتم إدارتها بطريقة مختلفة عن جميع الدول الأوروبية. اليوم ليس كالأمس، ليس كالغد، مشاكل كثيرة الآن داخل جدران الانتر. أعتقد أن الانتر سيعاني الموسم المقبل، لأن مجموعة الانتر إذا بقيت ستعاني لان اعتادت على طريقه انطونيو كونتي. طيب، ودي النقطه اللي حابب اتكلم معاك فيها اكتر سينيور التوبيلي، فكره انه جماهير الانتر كانت متوقعه من ادارتها انها تدعم الفريق عشان يبقى عنده القدره على انه ينافس في بطوله دوري ابطال اوروبا مره ثانيه، بطوله دوري الابطال تشامبيونز ليج، وكان من المفترض انه بدايه تحافظ على قوام الفريق الموجود حاليا وتدعم الفريق بصفقات تانية، على العكس من ده اللي سمعته واللي نقلته الصحافه انه في تفكير في الاستغناء عن ابرز نجوم الفريق. هل بترى ضروره لده، وهل من الممكن انه اداره الفريق تكون مجبره على اتخاذ قرار من نوع الاستغناء عن لوكاكو، عن لوتارو مارتينيز، عن إريكسن وغيرهم، اشرف حكيمي وغيرهم من النجوم؟ للأسف ما حدش كان يعتقد أو وينتظر إقالة أو فسخ تعاقد أنطونيو كونتي إدارة إنتر ميلانو في هذا التوقيت. لديهم العديد من المشاكل الاقتصادية، أجبرت الفريق بعد اجتماع دار بين أنطونيو كونتي وإدارة النادي الصينية على بيع بعض اللاعبين، الأمر الذي قوبل بالرفض، تم رفضه قطعا من أنطونيو كونتي، وانتهى الاجتماع بعد أقل من 15 دقيقة على بدايته، وتم الاتفاق على فسخ التعاقد، لأن كان كونتي شرطه الوحيد بقاء لاعبين مثل لوكاكو، لوتارو مارتينيز، أشرف حكيمي، باريلا، العديد من اللاعبين. بدون هؤلاء اللاعبين لن أستمر كمدرب، وهو ما رفضته الإدارة الصينية وقالت تضحية بالمدرب كان أمر سهل بالنسبة لهم، لأن الأمور الاقتصادية في الإنتر لم تكن على تراب، وذلك رغم فوز الإنتر بالدوري الإيطالي. هي علامة استفهام كبيرة الحقيقة فيما يتعلق بأهم أو أشهر الأسماء في عالم التدريب في إيطاليا.
لانه حتى المدير الفني اللي استطاع التتويج بالبطوله لقب بطوله الدوري الايطالي الكالتشيو بعد غياب دام 9 سنين سيطر فيهم اليوفي برضه الحقيقه ترك تدريب الانتر ناسيونالي. في الوقت نفسه الحقيقه ما فيش في الفرق المقدمه على اقل تقدير ال10 فرق الاوائل في جدول الترتيب فرق قدرت تحافظ على مديرها الفني غير الميلان اي سي ميلان واتلانتا. تبريرك لده ايه ورغبه كل فرق الدوري الايطالي في تغيير الادارات الفنيه؟ ان يعلم ان الاداره الصينيه لم تقم باقاله انطونيو كونتي. فيرميامو ميستر ان اتيمو كو ستو فاتشيندو لا تراديزيون ان عربو. هناك امر جديد علمته اليوم خلال اتصالاتي مع اداره انتر ميلانو ان انطونيو كونتي خلال الجلسه طلب التعاقد مع اكثر من 3 لاعبين من اجل المنافسه على دوري ابطال اوروبا، الامر الذي تم رفضه من جانب الاداره الصينيه وهو ما اجبر كونتي على فسخ التعاقد في الاجتماع.